كليوباترا مارلين مونرو هيلين تروادا جون كينيدي وماو تسونغ شخصيات قد لا يرى البعض رابطا بينها لو جمعناها في كتاب واحد إلا أن الكاتب الأمريكي روبرت غرين تمكن من ملاحظة الخيط الرفيع الذي يربط بينها، خيط سماه بالإغواء أو فن الإغواء. انطلاقا من أدبيات الإغواء ومرورا بفريد إلى كيكارارد إلى أوكي إلى كازانوفا، يعرض الكاتب روبرت غرين في كتابه فن الإغواء القوانين الخالدة للعبة الإغواء الأزلية عبر سرد استراتيجية ساهمت في نجاح عدة شخصيات تاريخية مغوية. ويتخذ الإغواء وفق روبرت غرين أبعادا عدة، إذ ينطلق من الإغواء بين الرجل والمرأة ليصل إلى معاني أوسع في الإغواء تشمل المجال السياسي، إغواء الجمهور وإغواء الأفكار. هذا الكتاب يعتبره مؤلفه لعبة في علم النفس، لا يهدف للإيقاع بالآخر بل يكشف عن غموض اكتنف علاقات عشناها جميعا كبشر، ويزيح القناع عن أنماط من الشخصيات قد يصادفها الفرد في حياته بشكل أو بآخر. يحتوي هذا العمل على 3 أقسام كبرى: قسم أول متعلق بأنماط الشخصيات المغوية، وقسم ثاني يتناول ضحايا الإغواء، وآخر حول استراتيجية الإغواء. وينطلق الكاتب في القسم الأول في استعراض الشخصيات 9 المغوية: الحورية، الكاريزماتي، النجم، الساحر. يستهل الكتاب بشخصية المرأة الحورية التي نجد لها صورا في أزمنة مختلفة وشخصيات متنوعة ومؤثرة، في هذا التسجيل على هذه الشخصية الحورية. يشير غرين إلى أنه على مدى آلاف السنين لطالما تحدثت السيطرة بالقوة والعنف المادي فلم تكن الرقة تحتل مكانة، وكانت النساء أكثر من يعانين في هذه المنظومة على اعتبار أنهن الأضعف جسديا، إذ ليس لهن من سبيل لمنافسة الرجل أو حمل السلاح. في المقابل كانت نقطة ضعف الرجل هي الجنس، هذه الرغبة التي يمكن أن تكتسب المرأة سيطرة من خلالها، ولكن الإشكالية كانت بمجرد أن تحقق له رغبته كانت حرثها تنتهي ويكفي أن تعرض عنه فيتركها. إذن ما نفع هذه القوة والسلطة الوحيدة إن كانت مؤقتة مثل الصراع؟ هذه الإشكالية اقتحمت فكرة نيتشه وأرقته، فرحنا فكرنا في طرح بديل يمكن أن تحقق من خلاله المرأة مكانة قوية بين الرجل. لذا سعينا أن يجتذبنا الرجل لا بالجمال فقط، وإنما باستفزاز مخيلته وعقله أيضا، قصد استدراجه بعيدا عن عالم الحرب والرجولة والسياسة. لذلك صنعنا من الإغواء فنا وسلطة، وقد تقاربت النساء اللاتي وصلن لفرض سلطتهن عن طريق هذا الفن في سمات شخصيات متشابهة وضعها الكاتب تحت اسم الشخصية الحورية. وتتميز هذه الشخصية بأنها تمثل للرجل المتعة واللذة بلا حدود، إضافة إلى أنها تعلم أن الرجل غالبا ما يكون مقموعا نتيجة للمسؤولية والعقلانية التي يجب أن يتحملها، فتلح له بالتحرر الكامل من قيود حياته. وتصور الحورية نفسها أنها الرمز المطلق لجميع أهواء وخيالات الرجل، معتمدة في ذلك على الحضور الجسدي المشحون جنسيا من خلال تفننها في إبراز مواطن جمالها، وإذ لم تكن على قدر كبير من الجمال والجاذبية في أجواء مشحونة بالخطر والدراما وأساسة المد والجزء، فيفقد الرجل سيطرته على نفسه، وهو الأمر الذي يتوق إليه في أعمقه. يميز الكاتب بين نوعين من الحريات ويعرضهما من خلال شخصيات مختلفة، أبرزهن
كليوباترا ومارلين مونرو. الحورية الدراماتيكية المبهرة كليوباترا لم تكن كليوباترا صاحبة النفوذ السياسي الكبير أو الجمال الذي لا مثيل له، بل كانت أنثى متقلبة المزاج معتدة بذاتها، تتوسع في الإغواء أساليب كثيرة كصوتها الساحر وحسن اختيارها لأجزائها ومكياجها، فتغدو شبيهة بالآلهة، تتكلم بصوت عذب إلى درجة أن مستمعيها لا يتذكرون فحو كلامها إنما الطريقة التي تتحدث بها، كما لو أنها تجسد شخصا على خشبة المسرح. في العام 48 قبل الميلاد، بعد أن طردها أخوها بطليموس من مملكته، قامت كليوباترا بتنفيذ أكثر خططها ذكاء لتلود بيوليوس قيصر الذي قدم إلى إسكندرية ليضمن استقرار ولاء مسجد روما. وتمثلت خطتها في أنها ظهرت له بطريقة سحرية، فبينما كان جالس إلى حاشيته يتدارس خطة للسيطرة على مصر، دخل أحد التجار بسجادة وفتح أمامه لتخرج منها كليوباترا مثل آلهة فينوس بثوب مسحار، فتخلب لبه عبر الطريقة الجريئة والفريدة التي اعتمدتها في الوصول إليه. منذ ذاك اليوم وقع يوليوس قيصر أسير حب كليوباترا رغم تعدد علاقته مع النساء، إذ عملت على تجسيد أكثر خيالاته الجامحة، سواء تعلق ذلك بالصفة أو بالجنس. كانت تخبره كل ليلة كيف أنهما يستطيعان أن يحكم الإسكندرية والعالم كآلهة، إضافة إلى أنها تعمدت الظهور عبر أكسسواراتها وملابسها كالآلهة إيزيريس. قدمت كليوباترا نفسها كتجسيد للفرادات المصرية، ولم تغفل في إخراجها المسرحي عن وضع الديكورات المناسبة، فهي كثيرا ما كانت تغير ديكور القصر وتقيم أكثر الحفلات غربة، وفي نفس الوقت كانت تجعل حياتها مليئة بالتحديات والدراما، فتنقلب فجأة باردة أو غاضبة دون سبب واضح، وتعود من ثمة معطاءة وسخية. أصبح يوليوس قيصر يجد الأعذار دائما كي يعود إلى روما، لا سيما بعد إحدى الرحلات التاريخية الكبيرة التي أقامتها له في أكبر السفن المطرفة. والأمر مشابه حين أرادت إغواء الجندي الشجاع مارك أنتوني بعد أن اغتيل يوليوس قيصر، إذ أقامت له حفل استقبال عظيم عند أول لقاء جعله لا يستطيع مقاومة فيها، فيترك محبوبته فائقة الجمال أكتافيا. لا يتعلق الأمر بالجمال، إن الفرق بين ما هو مغو وغير مغو كالفرق بين الفحم والألماس، كلاهما مكون من نفس المادة، لكن الألماس ترتبت ذراته بطريقة مختلفة عن الفحم وتبلورت. عاش أنطوني مع كليوباترا أحداثا موسومة دائما بلمسة درامية يحدوها الخطر من كل جانب، كان كل شيء يجري وفق إرادتها. أنت لا تحب كليوباترا، أنت تعبدها، هذا ما يوضحه الكاتب. فالجمال ليس ما يصنع الحرية، إنما الهالة المسرحية التي تحيط بالرجل المندفع نحو الخطر والمغامرة. الحرية الجنسية مارلين مونرو. كتبت مارلين مونرو أن أول اكتشاف لمعنى سلطة الإغواء كان أثناء مراهقتها، حين تمزقت بلوزتها التي قدمها المتيم لها، فاستعارت كنزة صوفية غليظة أصغر منها بمقياسين، فتجمع الصبية من حولها وتروي هذا الموقف، فتقول: لقد نظروا إلي كما لو كنت منجم ذهب. لاحقا عندما بدأت مارلين مونرو تشق طريقها في عالم السينما، سمعت عبارات التمجيد والثناء عن جاذبيتها وسحرها، ورغم أن ظهورها المنحصر في الأدوار الثانوية أثار الحماسة والانبهار في قاعات السينما، أخبرها المخرجون أنها لا تملك الموهبة الخالصة والجمال الكافي للدخول في الأفلام كبطلة.
وعلى مدار سنوات أخرى علمت مانرين روسو علمت مانرين نفسها عبر التجربة كيف تشتغل أكثر على صورتها، فكانت تتمرن على طريقة مشيتها وإظهار صوتها وتمضي ساعات طوال أمام المرآة مهتمة بمكياجها وطريقة إرسال نظرتها. أصبحت مانرين مونرو علامة تجارية للإغواء، فما قدمته هو مزيج من الفتاة الصغيرة البريئة والمرأة المشاكسة الشبيهة بأنثى الثعلب. كانت تمتلك عينين بريئتين ومستفزتين في ذات الوقت، تعرف تماما كيف تحرك الليبيدو الذكوري، إضافة إلى أنها تحمل شيئا من الهشاشة مما يعطي وهما للرجل بأنه الحامي والأب، وبالتالي فإنها تعطي بلا هوادة عدة أحاسيس متناقضة مملوءة بالأنوثة والإثارة والغموض. انحصر دور مارلين مونرو في شخصية الشقراء المغوية، بالرغم من أنها حاولت أن تبتعد قليلا عن صورة الحرية الجنسية عبر طلبها من المخرجين أن تؤدي أدوار مختلفة، إلا أن دور الفتاة المغرية التصق بها. يروي روبرت جرين أن المشكل في سلطة الإغواء لدى الحرية الجنسية أنها لا تدوم طويلا، لا سيما بعد التقدم في السن، كما أنه يصعب عليها تقديم انطباع آخرين تريد إثارة اهتمامهم غير جنسي. الحرية كما يعبر عنها روبرت جرين من أقدم المغويات على الإطلاق، نموذجها يعود للآلهة أفروديت، فهي تتمتع بهالة خرافية وليس فقط شيئا من الماضي والتاريخ، وإنما تمثل نزوة ذكورية أزلية، لأنها تقدم المتعة الخالصة والخطر والجنسية الناضجة، وهو كل ما يتوق إليه الرجل لأنه يعيش في عالم مقيد بالغرائز العدائية. لو تمتعنا في أسطورة الحرية من خلال ملحمة الأوديسة لوجدنا أن الخطر والجمال حاضران بكثافة فيها، فكان البحار يقفزون من سفنهم بمجرد أن يسمعوا غناء الحوريات وأصوات من العذبة. وفق كتاب فن الإغباء، يبقى نموذج البحارة المنسقين وراء الخطر والغموض حاضرا في أغلب الرجال عبر عصور شتى، فباريز تسبب في حرب من أجل هيلين طروادة، ويوليوس قيصر غامر بأمبراطوريتهم من أجل كليوباترا، وكذلك فعل مارك أنتوني. أما نابليون فقد أصبح محط سخرية شعبه بسبب جوزيفين الساحرة، والكاتب آرثر ميلر لم يتعافى طيلة حياته من الشغف بمارلين مونرو. كل هؤلاء الرجال بحثوا في هؤلاء النساء اللواتي صورن أنفسهن كآلهات وأيقونات عن معنى المغامرة ومعانقة التحرر من القيود. لا يتعلق الأمر بالإغواء المرأة فقط بالجنس، فمنذ القرون الوسطى خطى الرجال بخطوات محتشمة، بداية من المشاعر وزمرة من الشعراء الغنائيين كأوكيد نحو عالم الإغواء البعيد عن السيطرة بالقوة المادية. ومن بداية القرن السابع عشر استفاد هؤلاء المغوين العظماء من الرجال كدوق لوزان من التجارب الإغوائية للأنثى، فاستعاروا منها أساليب عدة، منها جمالية المظهر الخارجي للجسم ببصمة ذكورية واللغة الإغوائية وأشكالا ملكة الخيال. اكتشف الرجل تأثير الكلمات العذبة على المستمع، وتدريجيا انتقل ذاك السفر إلى وسائل الأعلام والصحافة لجلب المستمعين والمشاهدين باعتماد الإبهار البصري والسمعي، حتى أن الساسة منذ نابليون بونابرت اعتمدوا أساليب الإغواء لجلب المشاهير من خلال فن الخطبة وتقديم مشاهد ضخمة ولافتة، مستخدمين أدوات مسرحية
كجزء أساسي من الشخص الكاريزماتية المشاهد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.